شفناك في الاونه الاخيره تنتقد بشده الفار في المغرب وتنتقد كيفيه استعماله، شنو اللي جعلك تنتقد الفار بهذه الشده سي محمد؟ هو اللي لاحظت يا اسامه من خلال التتبع ديال التقنيه ديال الفار، هي العمل جبار اللي دارته الجامعه واللي داروا فوزي القجع باش انه دخل التقنيه رغم التكاليف الماليه ديالها الباهظه على البطوله، وبالتالي انه جات باش تعطينا ان بلوس في البطوله ديالنا. فكنشوفوا حنايا بالنسبه لنا، بالنسبه ليا انه ولات كثره التدخلات ديال الفار، ولينا كنحسوا ما عندناش حكم وحكم مساعد الفار، ولينا عندنا حكم ديال الساحه وعندنا حكم ديال الفار، يعني كل واحد كيدير شغله، وهذا بالنسبه ليا منافي للفلسفه التي وضع من اجلها الفار. ناخذوا اذا سمحتي واحد لو كاب براتيك، ناخذوا واحد الحاله يعني تجريبيه. واش يعني البروتوكول واضح، الحكم المساعد الفار عنده الحق يتدخل في 4 ديال الحالات ماشي اكثر. ضربه جزاء، ضربه جزاء، اصابه، ورقه حمراء، شنو الحاله الرابعه سي محمد؟ الحاله هذه اللي دونتيفيكاسيون ديال الجوار، الا كان الحكم عطى انذار او غلط واحد الحكم اللي غلط فيه عنده الحق انه يتدخل باش يصحح له. وقعت في البطوله هذه السنه انه الحكم كان وجه انذار للاعب وعاد صحح له، عيط للفار باش عطى الانذار، عنده الحق، يستحق الانذار، عنده الحق يدخل فيها اولا. ثانيا باش نمشيو دقه باش الناس يتبعونا، الحكم ما عندوش الحق، هو اللي يعيط للفار، الفار اللي خصو يعيط له. لا بطبيعه الحال اسامه بالنسبه غير الورقه، دونك هذوك اللاعبين اللي تيحتجوا على الحكم وتيقولوا له سير خصك تمشي للفار ما عندهمش الحق، هذاك الجهل بالقانون. خاصهم انذار، خاصهم انذار، راه دخلت الماده 12 ان اللاعب اللي كيطلب من الحكم باش يمشي للفار ويدير هذاك انه يوجه له الانذار في هذه المساله. هذه المساله لا باش الناس يتبعونا مزيان، الله يخليك، هذا الموضوع بان لي بان فيه الجهل تام. الحكم ديال الوسط لا حق له باش يمشي هو للفار اراديا، وما عندش حق اللاعبين لا ديال الفريق ولا الفريق الاخر يطلبوا منه ذلك. هذا اللي ما نذكروش في هذه المساله، هذه بديهيه وواضحه. واحد المساله غير بالنسبه للورقه الحمراء اسامه، المشرع يتحدث عن الورقه الحمراء المباشره. فهمت، بل انه حتى الورقه انا فهمت الحاله، فهمت الحاله، ندوي على الحاله باش ما نبقاوش ندورو. لا سبعونا الحاله هي منين عيط رضوان جيد للحكم بوسليم في مباراه الوداد مع تبركان على اللاعب داري داري داري، هذا معناه ان جيد عيط له على الورقه الحمراء، ومنين شاف بوسليم الورقه قرر هو هذا الحق عنده باش فقط يعطي ورقه صفراء. نعم، لانه وقع حتى مشكل في هذه القضيه. لا تدخل في هذه المساله، انا قلت لك بانه ملي كيكون يعيط الحكم على مثل هذه الحاله بان كيقول لك بوسيبل ريد كارد. لا سافودير بالنسبه للجيد اللي كان في الفار بانه فيها ورقه حمراء، فيها ورقه حمراء، ولكن الحكم ديال الوسط اللي هو الحكم الرئيسي عنده الحق ما يتبعش حكم الفار. اي هنا انه كيمشي هنا باش قلت لك انايا هنا للحكم انه غادي يمشي لهذه المساله، وهنا باش طرحت لك انا ما وقعش شي خلل في القضيه سي محمد. لا ما كاينش في هذه المساله، اللي ما مفهومش هو انه اللي يقول الانسان بان انا عيطت له على الورقه الصفراء. هنا انه لا ما كاينش القضيه ورقه الصفراء، لا ما كاينش في القانون، لا ما كايناش في القانون الورقه الصفراء، ما كاينش ورقه صفراء، ولكن بحال دابا ضربه جزاء اللي الثانيه اللي وقعت احتجاجات كثيره مع الجماهير البركانيه. نعم. يعني الحكم اعلن على ضربه خطا مباشره على مربع العمليات خارج جيد ضرب الجزاء. جيد شاف بان القضيه وقعت فوق لالين وفاكتويال زعما واضحه، عنده الحق يعيط للحكم يقول له راه فوق لالين، انه ينبهوا غير باش نوضح هذه المساله باش الناس ما يكونش فيها غلط، راه كيمكن ينبهوا غير بالكيت فقط انه يهضر معاه في الجهاز اللاسلكي ديال التواصل بدون ما يمشي الحكم انه يشوف اللقطه. مشاش دابا كاينين الناس، اي كاين دابا هناك البركانيين الذين يؤاخذون على الحكم علاش ما مشاش، كيقول لك لا خصو يمشي، لا هذه المساله بلا ما يمشي يشوف هذه المساله، وفقط كيكتفي بالاشاره ديال الحكم المساعد ديال الفيديو اللي كيقول له راها وقعت فوق خط منطقه الجزاء، وبالتالي الخطوط تنتمي للمساحات التي تحدها، وبالتالي ان كاين ضربه جزاء. كاين ضربه جزاء واضحه في هذه بالنسبه للجماهير البركان، ضربه جزاء كاينه
ديال الخطا فوق. واش ما تظنش السي محمد كان من الاحسن سياسيا يمشي وعاد ياخذ القرار احسن ما يتيقى في حكم الفار؟ كان يبرد شويه اللاعب البركان ولا ما عنده ولا ما كاينلاش؟ لا غير نعطيك هذه القضيه هنا فين باش كنقول هنا دابا تحت بالنسبه للحكام كيختلف من حكم الحكم، لان بوسليم تم تواجد رضوان جيد رقم واحد في المغرب ان كان الثقه الكبيره وغير باش نمشي معاك انا في هذه المساله هذاك، لان هو ثاق في القرار ديالو 100% وكيقول بانه ما عمره يقدر يغلطوا او لا يعطي شي انفورماسيون اللي تكون ماشي هي هذيك خصو يمشي يتاكد منها. ولكن راه وقعات في مقابلات اخرى انه الحكم انه واخا كيعيط له كيقول له كيمشي كيدير الاشاره ويمشي يتاكد. الموضوع ماشي بحال بحال هنا تيقول له فاكتويل مورا منطقيا راه في قلب